باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كل سنه وانتم طيبين. نحتفل النهارده جميعنا بعيد القديس العظيم الشهيد مريمين العجيبي. واحتفالنا بالشهيد مريمين بيعطينا صوره عن حياتنا اللي المفروض نحيا بيها. عشان كده الكتاب قال لنا انظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. يعني احتفالاتنا بأعياد القديسين هي مركزة في هدف واحد، وهو أن ننظر إلى هذا المثال ونحتذي به، ننظر إلى هذا الإيمان ونتمثل به. فاحتفالاتنا بأعياد القديسين والشهداء مش مربوطة فقط باحتفالاتنا الاجتماعية أو تغيير الألحان أو إن احنا نقول يعني إن هم قديسين عظماء. مهما قلنا إنهم قديسين عظماء ولم نتمثل بإيمانهم يكون إيماننا فارغ فاضي، لأننا لم نتمثل نحن بهم. علشان كده هو نفس الروح ونفس الإيمان الذي كان فيهم ممكن أن يكون فيك. هو نفس الروح الذي أعطى هؤلاء القديسين هؤلاء الشهداء، هو نفس الروح الذي يعطيك أنت أيضا. عشان كده نتمثل بهذا الإيمان، نتمثل بهذا المثال. والشهداء كان لهم عدة صفات اتسموا بيها. صحيح كل شهيد منهم له صفة محددة، ولكن جميعهم كانوا يشتركوا في بعض الصفات الأساسية اللي المفروض نتعلمها. أول صفة أساسية أن كان نظرهم نحو المسيح والمسيح فقط، ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع، الذي من أجل السرور الموضوع أمامه، من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي. فهم نظروا دايما إلى المسيح نفسه اللي هو ادانا هذا المثل، متشبهين بصورة ابنه. وبالتالي هنا مهم جدا إن احنا نتمثل بهذه الصورة، نتمثل بهذا الإيمان الذي هو لهم جميعا، وهذا الإيمان هو أيضا لنا. نتمثل أن ننظر إلى المسيح نفسه. عشان كده في حياتك اليومية إذا كان بتنظر للمسيح، الحياة الأرضية تصغر قدام عينيك، تقل قدام عينيك. يعني كل ما الإنسان يبص للحياة الأرضية تكبر في عينيه، وكل ما الإنسان يبص للحياة السماوية الأرض تصغر في عينيه، لأنه بيرتفع بفكره، بيرتفع بعقله، بيرتفع بمشاعره علشان ينظر إلى السماويات. بالتالي هنا ده كان أول صفة الشهداء القديسين كانوا يتمثلوا بيها، أنهم بينظروا باستمرار إلى الأبدية، ينظروا إلى المسيح نفسه. وبالتالي هنا شالوا في قلبهم فرحة. عشان كده جميعنا محتاجين نتعلم الصفة التانية، انهم كان لهم فرح دائم. والفرح ده جاي منين؟ زي ما المسيح كان ننظر الى خلاص البشرية من اجل السرور الموضوع امامه احتمل الصليب، فهذا السرور الموضوع امامه الذي بيه احتمل الصليب كان فرحة خلاص البشرية. طب وانت الآن واحنا بنحتفل بالشهداء والقديسين اللي احتملوا الكتير، ايه الفرحة اللي في قدامك؟ ايه اللي بيفرح قلبك بالحقيقة؟ ايه اللي بيخليك تبقى عندك نشوة روحية وحاسس انه مفيش حاجة ابدا تهمك؟ هل هو المسيح؟ هل هي الأبدية؟ ولا هناك الأمور الأرضية اللي بتخليك أنت تدور على فرحة
يا إما فرحة نفسانية، يا إما فرحة أرضية، يا إما فرحة مادية، يا إما فرحة لذات، شهوة عيون، تعظم معيشة، أيا كانت هذه النزوات أو ما يسمى أفراح، هي ليست أفراح لأنها لا تدوم. وبالتالي كان الشهداء القديسين بيحملوا في داخل قلبهم فرح لا يستطيع أحد أن ينزعه منهم بسبب واحد بس، أنهم كانوا بيشوفوا المسيح. وده الوعد اللي المسيح قال لنا عليه: أراكم فتفرحون ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. إذا كان المسيح بيوعدنا أنه لا يستطيع أحد أن ينزع هذا الفرح منك، عشان كده كلهم صدقوا هذه الوعود، لا يستطيع أحد أن ينزع فرحك منك. عشان كده بنتمثل بهذه الصفة أيضا، أن ركز فرحك في المسيح، ركز فرحك في الأبدية، اوعى تركز فرحك في الناس، اوعى تركز فرحك في الأرضيات، اوعى تركز فرحك في المقتنيات، اوعى تركز فرحك في الإنجازات، كل هذه منتهية، منتهية زائلة، يأتي يوم لا توجد. أما هناك شيء واحد فقط هو الأبدية اللي مش ممكن يزول من قدام عينيك لأنه دائم. ففرحتهم كانت الأبدية، فرحتهم كانت المسيح، وبالتالي عاشوا بهذا الفرح الدائم. فبالتالي مين يقدر يشيل فرحتهم منهم؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم عطش؟ أبدا فيش ولا حاجة. من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ مش ممكن. وبالتالي عاشوا هذه الصفة، وإحنا المفروض مطلوب علينا إن إحنا نتعلم هذه الصفات. صفة ثالثة عاش بيها هؤلاء القديسين، إنهم عاشوا الترك. الترك يعني إيه؟ يعني قديس مريمينا ترك كل شيء. المفروض إن هو كان في مكان والده حاكم، ترك وذهب إلى البرية، ترك العالم لأنه كان بيشوف أن هناك أولويات هامة في حياته. هنا النقطة بقى، إيه الأولوية الهامة في حياتك؟ لما نيجي نرتب الأولويات كده في حياتنا هنلاقي إيه الأهم وإيه الأكثر أهمية، وإيه اللي مش ممكن أستغنى عنه، إيه اللي ممكن أسيبه أتركه، وإيه اللي مش ممكن أتركه. هنا بيختلف البشر من فرد لفرد، في إنسان يقدر يترك وفي إنسان ما بيقدرش يترك. لكن بيجي يوم من الأيام يترك دون إرادته، حتى لو هو مش عايز بس هيترك، لأنه ينبغي لنا جميعنا أن نقف أمام كرسي المسيح لينال كل واحد منا ما صنع بالجسد إن كان خيرا أم شرا. يعني معنى كده أنه جميعنا سنقف أمام كرسي المسيح. طب هتقف إزاي؟ ما عرفتش تقف قدام كرسي المسيح الآن تطلب توبة، ولا يوجد أغلى من المسيح. عشان كده السيد المسيح قال لتلاميذه كده، وقال لنا هذه أيضا، يعني مش وصية للتلاميذ فقط، هي وصية لينا: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني. طب من لم يبغض كل شيء حتى نفسه لا يستحقني. يعني إيه يا رب؟ إحنا يعني مش مفروض نحب بعضنا؟ تحب كل البشر، تحب كل الناس، ولكن لا توجد محبة فوق محبة ربنا. لا توجد محبة في العالم مهما كانت، سواء إنسان أو أشياء أو مكانة، تفضلها على المسيح نفسه. ودي الرسالة اللي القديسين عاشوا بيها وادوها لنا عشان نعيش بيها، نتمثل بيها. هل تترك من أجل المسيح؟ هل تترك من أجل المسيح ولا ما تقدرش تترك؟ بتقول لأ، أنا عايز أتمسك بدي، عايز أقعد في دي. القديسين أيضا كان لهم صفة أساسية، وهي أنهم أمنوا وصدقوا مواعيد الله. المواعيد كاملة. يعني لما المسيح يقول لهم كده: لا تهتموا
بما تجيبون أو بما تقولون، لأن الروح القدس يعطيكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوه. يعني مصدق أن روح الله هو الذي يتكلم، يقف قدام ملوك مش مهم، يقف قدام ولاه مش مهم، يجاوب بحسب الإيمان الذي له، بحسب الرجاء الذي له. عشان كده احنا أيضا لابد أن نكون مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سر الرجاء الذي فيكم. طب ايه هو سر الرجاء اللي فيك؟ هو إيمانك، إيمانك الحقيقي أن وعود الله صادقة، وعود الله صادقة، ولا يوجد أبدا شيء يقدر يكسر وعود الله إلا حاجة واحدة بس، أنت ما تصدقش، لا تؤمن. وإن كنا نحن غير أمناء يظل هو أمينا. ليه؟ لأنه هو دي صفة من صفاته، أمين دايما، وعوده صادقة، بس أنت مش مصدقها مش هتستفيد. لكن القديسين دول أمنوا وصدقوا أن وعود الله صادقة، وعود الله خيرة، وعود الله آمنة، وعود الله بترفع، وعود الله بتنجي، وعود الله بتحرس. عشان كده خلي بالك، هم عاشوا بهذه الوعود وعارفين كويس قوي لما ربنا يقول كده: نقشتك على كفي، من يمسك يمس حدقة عيني، يبقى هو ده يؤمن بيه، يصدقه، يعيش بيه. ولو هو شاف ان المسيح بيقول له انا معك كل الايام والى انقضاء الدهر، مصدق انه المسيح معاه في كل وقت وفي كل زمان. هذه الوعود الصادقة لا يمكن ابدا ان نتجاهلها في حياتنا. يظل ايضا هؤلاء القديسين يحيوا مش بس بالوعود الصادقة، يحيوا ايضا بقوة الغفران. لا يمكن ابدا هتلاقي واحد من القديسين الشهداء اللي بنحتفل بيهم ما بيكونش بيصلي للذين يضطهدونه، يعذبوه. هل ممكن يعيش الانسان بهذه الصوره؟ اذا كنا مش قادرين حتى نغفر لاحبائنا واهلنا الذين يسيئون الينا، ما هو احبائنا اهلنا أصدقائنا بيسيئوا إلينا، بس كتير من الأوقات نظل نحمل عدم الغفران في حياتنا. وعدم الغفران بكل تأكيد بيؤدي بينا لإيه؟ دايما حزانة، نفقد الفرح، دايما في اضطراب، نفقد السلام، وبالتالي نفقد كمان محبة الله. وهو وعدنا بوضوح شديد: إن غفرتم يغفر لكم، إن لم تغفروا لا يغفر لكم. طب واحنا يا رب يعني مش قادرين حتى نغفر، هنلاقي نفسنا قدام وحوش العالم وشياطين ان اللي بتسبب لك خطية مش هتقدر تنتصر عليهم الا اذا كان هناك في قلبك غفران لكل انسان. عشان كده تلاقي القديسين دول اشتركوا في هذه الصفات الأساسية، وضعوا الله أمامهم، وضعوا المسيح أمامهم في كل حين، عاشوا بالفرح السماوي، عاشوا بتصديق وعود الله، عاشوا بالترك، عاشوا بالغفران. وبعدين يبتدي بقى كل قديس من دول يبقى له الصفة يعني الأساسية بتاعته. نلاقي في قديسين كانت صفاتهم إن هم كانوا شجعان في إعلان الحق الإلهي، وده كل الشهداء كانوا عندهم هذا الإعلان الحق الإلهي، ما خافوش من حد ولا خبوا إيمانهم ولا اضطربوا لما حد عرف ان هم في هذه الحضرة الإلهية. لكن في قديسين زي قديس مريمينا اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة، التقليد يقول لنا كده انه اخذ ثلاث أكاليل، واحدة للشهادة، عارفين انه اكليل الشهادة لانه مات على اسم المسيح، عذب وضرب واتسجن وقتل على اسم المسيح ولم يهاب شيئا. لكن في اكاليل تانية كانت مخصصة ليه ايضا، انه ترك العالم وذهب الى البرية وعاش حياة نسك،
خمس سنوات في البرية حياة نسك قبل ما الرهبنة النظامية تكون معروفة. يعني القديس مريمينا استشهد قبل ما الرهبنة النظامية تتعمل بوضوح اللي احنا بنعرفه بشكل الدير. عاش حياة نسك في البرية وعاش هذه الحياة منفردا في حياة تقوى وتقشف وعيش فيها زهد ونسك. علشان كده قبل ما أي حد يعرف هذه الطريق عاش القديس العظيم الشهيد مريمينا بهذه الصورة. عشان كده ربنا اداله إكليل للنسك. وهنا الواحد يقف كده قدام نفسه. كتير من الناس يقعدوا يكون عندهم شهوة البطنة، يبقى مبطون من جواه كده، عنده عايز وعايز وعايز. وشهوة البطنة مش بس للأكل، ده مربوط بيها حاجات كتير قوي. لما نيجي نشوف سير الشهداء القديسين وسير النساك العظماء ونشوف قد ايه هم عملوا على نفسهم حكم واضح انه لا ينظر ابدا بشهوة لأي حاجة من الأشياء الطبيعية، أي شيء من الأشياء الطبيعية. لما الأكل شيء طبيعي لكن لا يشتهيه، لكن يأكل بشكر لله. وبالتالي عاش في حياة النسك. ونحن نتعلم من مريمينا أيضا حياة النسك. تعلمنا منه حياة الشجاعة والإقدام والبذل من أجل المسيح، ونتعلم منه أيضا حياة النسك، ونتعلم منه أيضا الإكليل الثالث اللي ادهوله ربنا، إكليل البتولية. بتولية ممكن نتعلمها أيضا حتى لو أنت متزوج وعايش حياة في أسرة. بتولية القلب، الله يريد قلبك البتول له فقط. وبالتالي هنا خلي بالك، كل من ينظر بعيدا عن الله، خلي بالك، يعني احنا بننظر لله فقط. اللي بينظر بعيد عن ربنا بعينيه هيقول ايه؟ يعني تخيل، نحن زي ما بولس الرسول قال ايه، خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. طب هذه العذراء، هذه النفس الداخلية العذراء العفيفة التي للمسيح، حينما تنظر بعيدا عنه، ماذا يكون في هذا القول؟ ماذا يكون هذا الوضع؟ نحتاج أن نعرف بتولية القلب قبل بتولية الجسد. بتولية الجسد هو في بعض الذين خصوا أنفسهم من أجل الله، لكن جميعنا نتعلم بتولية القلب، أن تحفظ نفسك طاهرا وعينيك ما تسيبش المسيح مطلقا، لأنه هو حياتنا، هو حياتنا. وبالتالي أبائنا القديسين الشهداء اللي عاشوا هذه الحياة ركزوا حياتهم في المسيح، ركزوا حياتهم في فرح الأبدية، ركزوا حياتهم في الترك ووضع الأولويات الأساسية في حياتهم، ركزوا حياتهم في البذل والعطاء، وركزوا حياتهم في صدق مواعيد الله، ركزوا حياتهم أيضا في الغفران، وركزوا حياتهم في بتولية القلب. فأعطاهم أكاليل سماوية نحتاج أن نتعلم منها، لأن هذه الأكاليل السماوية هي أيضا لك في انتظارك. ربنا محضر لكل واحد فينا إكليل، محضر لكل واحد فينا مكانة. اوعى تسيب مكانك، اوعى تسيب مكانك علشان اختيارات غريبة الشكل فانية. الله يريد انك تنتصر، تغلب، عشان الوعد الجميل اللي مدهولنا، من يغلب فسيجلس معي في عرشي كما غلبت أنا وجلست مع أبي في عرشه. تخيل أن وعد الله ليك أنك تغلب، ووعد الله ليك أنك تجلس معه في عرشه، مكانك في عرش ربنا. بس إذا ما كانش ربنا يجلس ملكا في قلبك، كيف تجلس أنت معه في عرشه؟ الله يريد أن يجلس ملكا في قلبك، ليس ضيفا وليس ثانيا. الله يريد
أنك أنت تعطيه الملك في كل حياتك. لا يستطيع أحد أن يعبد سيدين، إما الله وإما المال. لا يستطيع إنسان أن يعبد سيدين. اوعى يكون محبة العالم هي اللي مالية حياتك. ليه؟ لأن محبة العالم عداوة لله، لأنك بتختار العالم عن ربنا. اختار المسيح، اختار المسيح، تعيش حياتك بفرح وبسلام، وتكسب الأرض وتكسب السماء. لو اخترت بعيد عن المسيح، خلي بالك العالم ما بيعطيش أبدا حاجة دائمة، أبدا. بيعطي إيه؟ يعني بيعطي، بينهب ويقتل ويسلب ويدمر، مش كده؟ اللص لا يأتي إلا لينهب ويسرق ويهلك، هيهلك الناس. بس المسيح جاء لإيه؟ لخلاصك الأبدي. عشان كده عيش حياتك الأبدية الآن، اتعلم من الشهداء القديسين عشان تحيا حياة التقوى والبر والفضيلة. ربنا يبارك في حياتكم ويعطيكم كل نعمة وبركة، ولإلهنا كل المجد والكرامة إلى الأبد، أمين.